الطمأنينة الواجبة في الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. جميل. صل فإنك لم تصل. لا واحد لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده. يا ترى الطمأنينة إيه؟ السؤال بيقول هي سكون جميع أعضاء الجسد أثناء الركن ولو لفترة يعني قصيرة ولو بقدر سبحان الله. هل السكون يعني الصمت عن الكلام أثناء الركن بمقدار ذكر سبحان الله؟ أم أن الكلام وحركة الشفاء لا تدخل فيما يعنيه العلماء بسكون جميع أعضاء الجسد؟ هل يصح السكون في الصلاة بدون ذكر؟ يا ولدي، المقصود بالسكون الطمأنينة، استقرار كل عضو في موضعه، وحصول الانتصاب في الرفع من الركوع، والاستقرار في الأرض بالنسبة للسجود، وليس مجرد الصمت. بارك الله فيك. المؤمن ينبغي أن يكون نطقه ذكرى، ويكون صمته اعتبارا وفكرى. بارك الله فيك.